بتابع كده مع حضراتكم تفاصيل مختلفة، هنتابع مع حضراتكم من خلال الأستاذة هند مختار، وهي محررة مجلس الوزراء بجريدة اليوم السابع. أستاذة هند، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة شفقي وعلى كل المتابعين حضرتك، وكل سنة وحضرتك. وطبعا بما انك المراه المصريه وانا كنت بتكلم، فخليني اقول لك كل سنه وانت طيبه اولا بايضا يعني بعيد المراه المصريه وايضا بشهر رمضان. طيب خلينا ندخل في الموضوع استاذه هند، يعني الصوره اليوم ومتابعه رئيس مجلس الوزراء ووجوده بالاسكندريه في ميناء الاسكندريه، عايزين نعرف التفاصيل اليوم كانت عامله ازاي. اتفضل. النهارده طبعا كانت الزياره مهمه جدا، وكان فيها دلالات ورسائل واضحه من رئيس الوزراء انه بمجرد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالافراج الثوري عن كافه البضائع المتواجده في المواني، بدات الحكومه تتحرك. والنهارده كان في مش بس ميناء اسكندريه، كان في كمان ثلاث مواني اخرى بيتم الافراج عن البضائع. يعني سريع لو هستعرض مع حضرتك ابرز الرسائل اللي قالها رئيس الوزراء ونشرحها للمصريين وبسطها بطريقه يعني كل بيت مصري، لان حضرتك عارفه ان الشغل الشاغر حاليا من المصريين هو الحديث عن الاسعار وارتفاع الاسعار ومدى تنخفض الاسعار. النهارده رئيس الوزراء قال ان توحيد سعر الصرف وما قام به الحكومه المصريه بالجهود مع البنك المركزي هو هدفه في الاساس مواجهه الازمه الاقتصاديه ومواجهه ما حدث في الفتره الاخيره من ارتفاع في اسعار السلعه، لان وجود سعر الصرف ادى لتفاقم لما الذي اطلقه رئيس الوزراء ان هو سبب حاله من الاكتئاب للمصريين نتيجه ارتفاع الاسعار، وبالتالي تدخلت الدوله بالجهود المتوجهه مع البنك المركزي وتم توحيد سعر الصرف علشان يكون في ضبط للسوق السوري، توجيه واضح وصريح لوزاره الداخليه بمتابعه وملاحقه. طيب هو انا مش سامعاكي كويس، يعني نتمنى انه الشبكه تبقى منضبطه ونقدر نكمل السؤال. فعايزه اسالك سؤال ايضا استاذه هند، يعني الناس هتسال يعني بالنسبه لهذه البضائع اللي موجوده على الصوره وعلى الشاشه، هل هي بقى بالسعر القديم ام بسعر الدولار الجديد؟ هو طبعا الافراج النهارده اللي تم ده توحيد ثلاث صرف تم بالامس، فمجرد الافراج عن البضائع ونزولها للاسواق ده هيكون مش بيتحدد بسعر الصرف القديم او الجديد، هو بيتحدد بالانخفاض مرتبط بعامل انخفاض الاسعار. تمام. يعني النهارده تم الافراج على يقرب من بقيمه ما يوازي 77 مليون دولار من البضائع والسلع، كان في مقدمتها السلع طبعا الاستراتيجيه الاساسيه وبعد كده مستلزمات الانتاج. علشان كده ما تم الافراج عنه النهارده بمجرد نزول السوق هيحدث نوع من الاستقرار في الاسعار، هيحدث. طب انا هستاذنك عايزه اقف هنا برضو، ده مزيد من التطمينات لمواطننا الكريم. احنا بنتكلم على بضائع مهمه جدا، بنتكلم على سلع اساسيه، فبالتالي هذه السلع وهذه البضائع اللي هتنزل الى الاسواق هيحصل وفره في هذه السلع من جديد، فبالتالي ان شاء الله تهدأ الاسعار نتيجه لهذه الوفره. هل الكلام ده كده يبقى منضبط؟ بالظبط بالظبط، يمكن حضرتك عارفه ان بمجرد نزول السلع للاسواق هيحدث نوع من الانخفاض التدريجي، مش هيحدث بين يوم وليله، بس طبعًا هيبقى في انخفاض تدريجي للاسعار. ده بالنسبه للسلع الاساسيه نحن متفقين، بالنسبه لمستلزمات الانتاج احنا بنتكلم على عدد من المصانع اللي كانت في حاله انتظار انه يجي لها مستلزمات الانتاج، وبالتالي تدور عجله بعض المصانع اللي كانت متوقفه بسبب هذه الازمه، فاعتقد ده برضه هيعمل على دايره الانتاج من اول وجديد، وده مهم جدا للاقتصاد المصري. وهيبقى في سيوله طبعا اداريه متوفره للمنتجين والمصنعين، فهيقدروا اي عقبات كانت تواجههم بعد قدره البنك المركزي على توفير السيوله الدولاريه اليوم هيبقى على كل شيء متاح، وكل عقبات قدامهم يعني تم تجريحها، هيكون في مرونه وتوطين من للصناعه المصريه. زي ما بنقول ان الازمات بتعلمنا، فما مر به مصر الفتره الماضيه يعلمنا ان احنا يعني الجهود اللي بتتبعها الدوله حاليا هو تعميق التصنيع المحلي الاعتماد على المنتج المحلي، يعني تحسبا لحل قدر الله حدوث اي ازمات بطريقه مره اخرى. طيب لو خدنا عنوان وقلنا ان الحكومه في الشارع وعلى راس الحكومه السيد رئيس مجلس الوزراء موجود بنفسه في الموانئ المصريه، هل ده ايضا علشان يدي دفعه يدي تطمينات ويتاكد بنفسه بان كل الاجراءات تسير بسرعه ويتم الافراج سريعا على كل ما هو موجود في الموانئ المصريه؟ الحكومه طبعا بتعمل على قدم وساق بمجرد صدور توجيهات السيد الرئيس،
الوزراء بيتابع بنفسه الملف ده. النهارده كان متواجد، كان حواليه الوزراء، كان بيدي رساله طمانه. كان الشغل الشاغل ليه هو رساله الطمانه للمواطن المصري ان كل ما تقوم به الدوله المصريه هو الهدف يكون ايجابي على المواطن نفسه، والدليل ان هو موجود وبيتابع في افراج تم للسلع، في افراج تم للمستلزمات حتى الادويه. وكان يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا اكد عليها رئيس الوزراء، قال ان توفير العمله او المستلزمات هيكون ليه حاجات رئيسيه فقط لا غير بتهتم بيها الدوله المصريه في الوقت الحالي، اولها السلع والاعلاف والمواد الخام وكمان مستلزمات الانتاج والادويه. الفتره اللي فاتت كان في نقص في بعض الادويه خاصه المستورده، حاليا بقى في نوع من الانتعاش بعد تم من الرغبات عن الادويه. أكيد إحنا نتمنى الخير، الصورة بتؤكد الحقيقة هذا الدأب والاهتمام اللي موجود لدى الحكومة وبالتالي أيضا رئيس مجلس الوزراء الأستاذة هند مختار محررة مجلس الوزراء بجريدة اليوم السابع ومدير تحرير اليوم السابع. أشكرك شكرا جزيلا.